اتفق ضيوفي محمد عويس وطارق شعبان ان فيتوريا خلاص دي مرحله وانتهت ومرحله ويمشي خلاص ونفكر في بديل. هل البديل يا عويس يبقى مصري في ظل الازمه؟ انت قلت راتبه 200,000 يورو، يعني رقم كبير في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها، ولازم برضو احنا من منطلق الوطنيه، من منطلق الحرص على المال العام، وده مال عام، ان احنا برضو يبقى عندنا فكر مع تخطيط زي ما اجمعته في الكلام على فكر مع الوزير لما الكلام اللي قاله. اعتقد ان دي الامور ممكن تحلها بالارقام الكبيره دي كلها. شايف ايه اللي ممكن يحصل ومقارنه بالراتب الكبير اللي بياخده مقارنه بمدربين في موجودين في الكانو عاملين اداء كويس جدا؟ طيب انا عايز بس اكمل جزئيه بس في ان فيتوريا يعني ما يكملش، ان فيتوريا لما جه مضى معانا 4 سنين وكان البلان بتاعه ان هو يعني كاس الامم دي جزء بتحضيري لمشروع لتصفيات كاس العالم وكاس العالم. طيب عشان انت تعمل المشروع ده فانت لازم انت كمشاهد او كحد في المجال تشوف ان في حاجه بتحصل. انت رايح البطوله دي، اصغر لعيب في البطوله عنده 24 سنه اللي هو محمد صبحي، عمر سنه فعلا، انت فاهم قصدي؟ ومحدش دخل جديد على البطوله دي من البطوله اللي فاتت غير محمود حماده، فعشان كده انا مقتنع كبير. احمد حماد دخل على 30، محمود حماد دخل على 30 وعمارك كبيره جدا، فانت البلان اللي انت جاي عشانه ما بيتحققش على ارض الواقع، ده رقم واحد. رقم اتنين موضوع بقى المرتب. لا طب خلينا بس حتى صغيره معاك في المشروع. فضل. المشروع لما بتتكلم عن مشروع بتقول اعمار سنيه، انت داخل على 26 كان طبيعي، 26 انت عندك ازمه كبيره. كان طبيعي بس ايه؟ كان طبيعي انت دلوقتي عندك 27 لعيب، كان طبيعي ان انت اللعيبه اللي مثلا يعني مثلا السردباك الخامس مثلا انت عندك 5 واخدهم كان يبقى صغير في السن. كان طبيعي رقم 5 اللي في نص الملعب يبقى صغير في السن. كان طبيعي الجون الرابع يعني محمد صبحي انه يروح، مع اني كنت مختلف ان محمد اللي يروح، كنت ممكن تاخد محمود جاد مثلا صغير في السن. كنت لازم تدخل 3-4 عناصر تبتدي تعودهم ان يخشوا في بطولات ويخشوا في اجواء بطولات، ده ما حصلش. فالراجل على البيعه اللي بعت لنا يعني ان الراجل ده جاي عشان كاس العالم. طب انت شفت حاجه بتحصل؟ لا ما شفتش حاجه بتحصل. فعشان كده انا بقول ان الراجل ده لازم يمشي. الحل ايه؟ انا طبعا كابتن علي ماهر مدرب كبير جدا، كابتن حسام حسن مدرب كبير جدا، في اسامي كتيره في مصر محترمه كبيره جدا، بس انا بقول ان محدش يعني احنا بطبيعتنا انت خايف عليهم. انا خايف عليهم. احنا محدش زي ما كابتن حسن، انا ما مرضاش ان يحصل لهم زي اللي حصل مع الكابتن ايهاب جلال. لا طبعا بصراحه اللي حصل كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام البدري اتظلم بالمناسبه، يعني كابتن حسام البدري ما كانش خسر ولا ماتش ومشي. فالحل في مدربين كتير كويسين جدا، زي مش هقول لك هو ده اللي يجي، بس في مدربين كويسين باسعار معقوله، بس تبقى القصه مشروع، بس مشروع نفهمه. طيب كابتن محمد، يعني هو الحقيقه ان احنا في فيتوريا لازم يعني ما ينفعش ان احنا نشتري البيعه بتاعه المرتب بس اللي هو ده السبب اللي ممكن يخلينا نقول ان الراجل ده لازم يمشي او الراجل ده ما يكملش او ان هو فعلا ما يستحقش يكون موجود. احنا فعلا في الفتره اللي احنا شفناه من فيتوريا والكلام ده كنا قلناه هنا قبل كده، ان الراجل ده يعني خلى منتخب مصر منتخب ما عندوش اي هويه. يعني ايه منتخب ما عندوش اي هويه؟ احنا قلنا غير الهجومي واعلى معدل تهديفي وعدد النقاط. لا راتب شهري 200,000 يورو، قيمه التعاقد 9.5 مليون يورو، ما يستحقه في شهر فبراير القادم 3.8 مليون. حتى شهر فبراير القادم يعني الارقام دي ما ياخدهاش في بلده على فكره. لا طبعا ما ياخدهاش. الارقام دي كبيره جدا، يعني الارقام دي بالنسبه للمدربين اللي بيشتغل في اوروبا نفسها 5 اضعاف اللي كان بياخده في بنفيكا مثلا. ارقام كبيره جدا في اوروبا، في مدربين كتير في انديه كبيره ما بتاخدش الارقام اللي هو اللي فيتوريا كان بياخدها معانا هنا. ولكن في النهايه احنا بنتكلم ان ده مدرب تاني اعلى راتب في كاس الامم. انا اسف طبعا بعد بالماضي، بعد جمال بالماضي. وبالماضي برضو طار في المطار الاثنين مشوا. ولكن في النهايه ده مش عايز يمشي، ده قاعد متبت برضو بيقول انا مشروع زي كاس العالم زي اخونا. اه ما فيش مشروع، ما فيش اي حاجه. احنا يعني المشروع ده لما بتيجي تعمله انت لازم بتلمس منه اي بوادر بتقول انت فعلا راجل عندك مشروع. ولكن في الحقيقه ان فيتوريا لما تشوفه هو بيشتغل معانا انت مش لامس اي مشروع. انت تكتيكيا اصلا لو انت راجل جاي عشان تبني هويه للمنتخب ده فانت ما عندكش اي هويه. احنا ولا منتخب يقدر يسجل جوال قصاد اي فرقه مهما كانت صلبه دفاعيا، ولا احنا منتخب يقدر يكون قوي دفاعيا قصاد اي فرقه مهما يعني كانت هجوميه. يعني تاني لقيت كلام احمد حسام ميدو، هو مش موجود ولا بنجامله، خلي بالك ما بنجاملش حد، اللي هو لما يبقى موجود السبورت دايركتور لاتحاد الكره او اسمه ايه، تكنيكال دايركتور. تكنيكال دايركتور، لا السبورت دايركتور ده بيبقى في النادي. تكنيكال دايركتور طبعا يحط سياسات المنتخبات. هو كابتن محمد، هي المنتخبات الكبيره واتحادات الكوره الكبيره في اوروبا بتعمل ايه؟ بتنجح ازاي؟ ايطاليا مثلا لما جت فشلت عويس في لقيت اتاهل لكاس العالم 2014 عملت ايه؟ اول حاجه عملوها
راحوا جابوا راجل اسمه فرانشيسكو داريجو في مكان اسمه الكوفريتشانا عندهم اللي هو المقر اللي بيتجمع فيه العقول بالظبط, العقول التدريبيه هناك, وبداوا اللي هم يدوروا على الاسباب احنا فاشلين ليه, احنا فاشلين عشان احنا في الدوري بتاعنا ضعيف, عشان عندنا المدربين ضعاف. بداوا يعملوا مشروع الكيرف اللي نزل بيه دوري ايطاليا بالظبط. بعد كده اللي حصل ايه, في طفره كبيره بعد ما عملوا المشروع حصل ايه, ايطاليا كسبت اليورو. اللي بعد كده انجلترا نفس الكلام, لما الفريق عاد مره اخرى للدوري الايطالي